الحمام ضروري يتحل، راه عرفتي الناس كاين اللي ما عنده سكن غير في بيت، كاين اللي مسكين في الكرا، بنادم الحمام ضروري بغينا يتحل، بنادم موسخ ولا تيدوز بنادم حامض حداك، الحال بارد ما تسب كيفاش يعوم، كيفاش غيعوم في الدار؟ اش غيسخن المقراش ديال الماء ولا جوج ولا غيعوموه؟ بغينا الحمام يتحل، حيتاش كاين مساكن الناس ما عندهمش الدوش، ناس فقراء فهمتي ما عندهمش، ما كاين اللي ساكن في برارك باش كيتوسخوا بزاف وما كاينش فين غيمشيو، والله وما يتحل الحمام باش كلشي بنادم يمشي يعوم. تأخر فتح الحمامات على مستوى مدينة الدار البيضاء، الأمر الذي انعكس سلبا على أرباب هذه المحلات الذين استثمروا يعني الملايين من الدراهم من أجل إحداثها. إغلاق الحمامات في مدينة الدار البيضاء هو موضوع اليوم. أضرار كثيرة، إلى من باب الحصر نهضروا على فهمتيني أنه أرباب الحمامات راه المدخل الوحيد ديالهم هو هذاك، مدخل توقف، عندهم كريديات، عندهم فهمتيني التزامات عائليه، عندهم مصاريف ديالهم ديال مواليد الدار وهذا، دونك مشاكل كثيره ومشاكل اللي غادو كتراكم. الحمامات كانوا استثناء في الاغلاق ديالهم بالنسبه لجميع القطاعات، وكان عندنا واحد الاجتماع مؤخرا مع عامل الشؤون العامه بولايه الدار البيضاء، اكد لنا ان القرار مركزي من الرباط من رئاسه الحكومه. خسائر تاع الحمامات جراء الاغلاق ديالها بسبب كوفيد تختلف من الحمام الى اخر حسب المواصفات اللي تبنى بها الحمام والاستثمارات اللي دارت باش تبنى الحمام. كل حمام وعندو هذاك، الا حضرنا على الحماحم القدام وهذا، الحماحم القدام عندهم ارضيه شويه قديمه، هذه الارضيه هذه اللي كتبان لكم هنا هي ارضيه فهمتيني شويه كتكون شويه سبيسيال، كتكون هي خليط من مجموعة ديال المكونات، هي التوفنة، هي ديال 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 الملحة وديال ديال ديال الجير فهمتيني، دونك كنديرو هاد المكونات هادي باش تبقى ديما سخونية، دونك إلا تحيدت عليها السخونية فهمتيني كتولي مسوسة كيف ما قالوا باللغة ديالنا حنا الحريفية، دونك شو كيفي بأنه كتبدا كتولي مسوسة كتبدا تكار، دونك كتبدا تشقق فهمتيني وكيدخل منها الماء، دونك ما تبقى تصلح لوالو، دونك خاصها تعاود. باش كتعاود كتطلع على الاقل على الاقل كتطلع بين، الا كانت الميتراج كبير وهذا راه كتوصل حتى ل 20 مليون، الا كانت قليله وهذا وهذا يعني كتهضر بين 10 حتى ل 10 مليون، من 10 مليون حتى ل 20 مليون. هذه بالنسبه للارضيه، كاين الناس اللي يعاودوا المحلات وخذوا كريدي اوكسجين عندك وكانت لي شونس ديالها لو 31 ديسمبر، دونك سو كيفي بانه فهمتيني بنادم وصل للاجار خصهم يخلصوا ما عندهمش باش يخلصوا. خسائر اولا بالنسبه لنا احنا ارباب القطاع هي تهالك الحمام، الشبكه بيت النار تاب بلومبيس، هاد الشبكه وبيت النار ما كيتحملوش واحد المده ديال الاغلاق، لان المكونات باش كيتبناو كتبغي استمرار العمل. إذا كان أرباب الحمامات يشكوا يعني من الخسائر اللي تعرضوا لها بسبب هذا الإغلاق هذا، فكاين واحد الفئة أخرى لأكثر هشاشة هما اليد العاملة في هذه الحمامات، للآن العديد منهم تعيش في عتبة الفقر. وعاد باش كاين اليد العاملة اللي هي كتشتغل في هذا القطاع هذا، اللي هما تضروا بزاف وحتى الدولة ما عطاتش واحد الالتفات لهذ الفئة هذه، لأنه داز واحد الفترة ديال واحد ثلاث شهور اللي عطاو الناس التعويض ديال كوفيد، ومن بعد دابا الناس هما واحد عايشين على عتبه الفقر، كاين اللي مسكين اللي خرج كيسعى، كاين اللي ما لاقيش دابا لحد الساعه ما لاقيش باش يخلص حتى الماء والضو اللي هو تراكم عليه بزاف. كاين الناس اللي ارباب الحمامات وهذا كيدقوا عليهم الشغيله ديالهم، هما ما خدامينش، اون ميم طون خصو يصرف على العائله ديالهم، خصو يصرف حتى على الشغيله ديالهم. هذا من باب العلاقات اللي كانت علاقات قديمه لعندك والمسائل وهذا، كيشوف السيد خدام مع شحال من عام وهذا وكيبكي وهذا وهذا، دونك كيفي بانه فهمتيني كيقسم مع داكشي اللي عنده، دونك كيصرف على العائله ديالو، كيصرف على العائله ديال الشغيله ديالو وكيبقى مشكل.
ما يمكنش حياه مجموعه من الناس الاحياء الشعبيه تستقم بلا حمام، حيث الحمام هذا ضروري بالنسبه لهم، خاصه ان الظروف الاجتماعيه التي يعيشوها في مجموعه من المنازل ديالهم تستلزم ان يتم فتح الحمامات ولو بشروط. الناس كان الشعب المغربي مولف الحمام البلدي كيمشي ليه كل شيء، ودابا حتى هو لقى واحد الضرر من هذا الجانب هذا. هو لو كان درت واحد المساله اللي هي انه يدخل واحد العدد اللي هو بالنظر للظرفيه اللي كاينه ديال كورونا، يدخل واحد العدد يكون شويه قليل، مثلا الا كان كيدخل واحد 50 يدخل واحد 20 واحد، ودخل يعني يديروا لهم حتى ولا حبه يديروا لهم حتى الثواني والدقائق الفتره باش يبقى الانسان فيه تما يستحمل تما ويخرج وتنقد الضرر ديال واحد المجموعه كما دارت السيارات الاجره. ضروري من الحمام مزيان، وكثره ديال البوفريه ديال الدراوش هادو، حنا في المغرب راه ما عندناش كلشي عنده الدوش في الدار ولا عنده الحمام ولا الفقراء كثار، راه كثرتهم ساكنين غير في البيوت وفي البرارك. ضروري خاص الحمام، واش الحمام نمشيو ليه دابا الجديده ولا نمشيو لبورشيد عاد نعومو؟ الصراحه بغينا الحمام يتحل، راه الصراحه الحمام ديال الدار ماشي ديال الزنقه، الحمام ديال الزنقه راه مزيان. وانا الصراحه بغيت نتحمم، ولكن ختمتي على الرباط للمحمديه ونضرب شي تحميمه ان شاء الله غدا ان شاء الله بحول الله. بنادم راه مواسفه شحال هادي فسميتو، راه الحمام ضروري يتحل. عنده واحد في النقه ديال المواطنين، غير كنسخن الماء والدوش اسميتو ديال الدوش راه ماشي بحال الحمام. قبل ما نبدا نفتحوا لعندك المسائل ضروري انه نهيئوا الحمام، يعني على الاقل واحد الاسبوع تشغل الحمام ديالك وهذا، وخاصه الارضيه هذه بدات تسخن، باش تسخن ما كتسخنش ديك الساعه، يعني ضروري تصرف عليها وهذا اللي تشقق راه خاصها تعاود، واللي ما تشقات لعندك وخاصها تسخن، دونك ضروري خصك على الاقل مثلا تخدمها واحد سيمانه ما تدخل حتى شي حد باش تسخنها الارضيه باش تهيئ الحمام باش يولي على الاقل راه باش بنادم يقدر يعوم فيه، لانه الارض الا كانت بارده راه يستحيل انه شي حد يعوم في هذا الجو هذا.